الحي الكيوي. إذن مساء الخير على كل المتابعين ومتابعات قناة شوف تي في. من خلال هذا المباشر تنصادف معنا السي حسن وهو صحفي رياضي كيمارس الصحافة الرياضية بمجموعة ديال المواقع باش نقوموا بتحليل المباراة المهمة الثانية الودية اللي تجمع ما بين فريق المنتخب الوطني المغربي وكذلك ناظر الباراغواي. كنشوفوا يعني الأداء المتميز يعني والرضا الكبير ديال الجمهور بعد المباراة الأولى للمنتخب الوطني المغربي مع الشيلي وانتهت يعني بهدفين دون رد. والآن اللي تتقام بطبيعة الحال الملاعب إسبانيا. فنخليو السي حسن يعني شوف من قراءته من الزاوية ديالو يعني بالنسبة للأداء اليوم ديال المنتخب وكذلك واش يعني التركيبة اللي اعتمد عليها وليد الركراكي اليوم يعني كانت كافية بطبيعة الحال بخصوص يعني أنه يكون واحد الأداء متميز. السلام عليكم السي حسن. السلام عليكم مشاهدي شوف تي في وشكرا للأخ زكريا على هذه الاستضافة. ربما أنه بإمكاني نقول بين هذا الشوط الأول بين المنتخب المغربي ومنتخب باراغواي. كنعرفوا منتخب باراغواي يعتمد على خطة دفاعية لا يشبه خلال المقابلات الودية خصوصا أنه انتصر على كبريات المنتخبات، ولكن بالمقابل أن سجلنا أن ويدر بابي اعتمد على نفس التركيبة باستثناء غير المصيري وأنباء وحل مكانهم. تنتظروا المتابعين على المباشر هذا بخصوص الصوت اللي قلت السي حسن بخصوص اللاعبين والتشكيله. كنظن ان التشكيله نفس التشكيله اللي لعبات تعتمد على نفس العناصر اللي لعبوا ضد الشيلي في المقابله الاولى باستثناء غياب مصيري وان المحل المكان ديالهم هو ريان ماري وامين ثالث. ريان ماري ربما انه غاب عنه التركيز في هذه المباراه وربما كان هناك ضغط بالنسبه لهذا اللاعب اللي كيتميز بالحملات المضاده، لكن بالمقابل التالي ان يمكن ان نقول في هذا الشوط الاول رجل المقابله هو حكيم زياش. حكيم زياش اللي ضيعناه مع عدد من المدربين اللي تعنتوا على انهم ما يناديش عليه، ولكن دار البصمه ديالو سواء في المقابله الاولى او في المقابله الثانيه. داك الشيء التمريرات من الجهه اليمنى وكسان الدفاع في بعض الاحيان، ولكن الملاحظ هو ان السي زكريا هو غياب التركيز بالنسبه لان صراحه باش تكون واقعيه حنا نهضروا باللغه ديال الكره هي خصنا واحد الهداف راس الحربه. لماذا كنشوفوا بان التعنت ديال عدد من المدربين بالنسبه لحكيم زياش كما كنبحثوا على هداف ولكن كيغيب حمد الله. انا تنشوف هذاك الشيء هذا هو الموضوع اللي بنا فتحوا ما عرفناش شنو السبب اللي حمد الله لحد الساعه. هذا اللي حدود الساعه ما عرفتش انايا. هو تيقول وليد الركراكي انا عندهم مازال ما عندوش مباريات في الجيش. لا ماشي ما عندوش مباريات بالعكس، ولكن شي لعيبه ما عندوش كاع مباريات لا من ذكروا وشو هي التركيز. شوف شحال من فرصه تحت التمريرات المتميزه اللي مررهم حكيم زياش ذاك اللاعب ريان ماي. وريان ماي بحال ما كاينش نقولوش ما كاينش نسبيا، لكن على الاقل واحد 75 او 80% ما كاينش التركيز خصنا راس حربه. لان حماد الله نرجعوا لحماد الله ما فهمناش واش ما فهمتش انايا صراحه مزيان. انا كنظن شي من المدرب ها
دوك يعني الكل هذا يقول بانه وليد الكراكي الله يبدا بدا مع المنتخب على المباراه الوديه ديال الاولى ما يمكنش لان كاين التوصيل ما نساوش بانه الحليل زوفيتش كان تعتمد على ماي في التشكيله كيتعتمد على ماي ولكن بالنسبه دوك ديما نرجعوا لحماد الله حماد الله ابن المغرب ووطني وهداف هداف شوف شحال من مره كان من اصابه مع المنتخب مع الفريق السعودي وفي المقابلات الرسميه ولكن عنده فرجه كاين يوسف العربي حتى هو تنساه حتى هو تيماركي مزيان ما كنشوف ان التشكيله ديال لي رومبلاسو كتنادي على يوسف الرحيمي وسفيان الرحيمي ما كتدخلوش ما كاينش حتى في لي رومبلاسو ما فهمتش انا هذا كل مدرب كيجيب واحد العقليه ديالو حنا ما كنقولوش لان خصو يعتمد على عناصر تركيبه رسميه اللي غتكون اهله لمواجهه المنتخبات القويه كرواتيا وبلجيكا وكندا خلال فعاليات يعني دائما كاين واحد التخوف بانه غادي يبدا المونديال تندوي على بلجيكا تندوي على كرواتيا حتى كندا بانك على المستوى ديالها ممكن المقابلات الوديه بس زكريا شوف هذا هذه كره واحد البلد العالم ماشي هو كاس افريقيا كاس العالم كلشي كيبحث ماشي هي المباراه الوديه الله يرحم والدين المباراه الوديه لو كتذكر وحيد ورونار ربح الماتشات كلهم اللي باقي تذكر في المونديال ديال روسيا ولا في المونديال ديال سميتو ديال قبل ما يمشي لروسيا قبل ما يمشي لروسيا كلهم ولكن ملي جينا من المباراه الرسميه كان واحد الخلل هنا خصنا حنا باقي امامنا نصلحوا ما يتصلح وكان بامكانه انه دابا حتى وليد الركنادي علاش حتى في المباراه الثانيه نفس التشكيله باش يتاقلموا تجانس باش فوالا باش يكون واحد التناغم ما بين خط الدفاع وخط الهجوم نشوفوا بان يعتمد على اشرف داري انا ما كنعطيش من قيمه اشرف داري ولكن هناك كان على الاقل يعني فرصه سواء بدر غانون او ياسين جبران اللي تالقوا في البطولات ديالهم وخاصة ياسين جبران في وسط الميدان وكذلك كنشوف الغياب ديال ناصر المزراوي ارتكب بعض الاخطاء او اشرف داري وكان لاعب انيكسو لاعب اللي خلق متاعب كثير في الشوط الاول تنشوفوا بانه بالنسبه باش انه المنتخب باش يخرج من الدفاع للهجوم تشوف بانه حتى الوسط الميدان ديال الدفاع يعني حتى المرابط يعني شي شويه ثقيل لا لا المرابط في هذا الشوط الاول كانوا واقعين المرابط ناقص 90% ناقص 100% باستثناء كما قلت لك في ماتشات في وتقول لك راكي بان عندي لعابه فيراري وقال في التصريح يعني لعابه فيراري هذا ماشي ما كنمشيش بالمازوت ولا ليسانس راه اللعابه راه كلهم اللياقه البدنيه والتحيات ولكن اثر عليهم الظروف القضيه انها حذاري لان الجمهور المغربي فاش اقتحم في الملعب خلى واحد الاحتياطات لاحظتي قبل المقابله كانت احتياطات امنيه كثيره اللي خلات ان عدد من الانصار ما يحضروش للمقابله يعني حتى الجمهور المغربي عنده دور في المقابله الاولى لان كنت تعطش حكيم جياش ما عطاش ديال الوليد البلادي ما عطاش بزاف الحوايج ولكن بالمقابل راه الباراغواي شوف الشوط الاول راه ما ظهرش ولا احتياط انفتحت على خط الهجوم بينما هي كتخدم ديال الدفاع الركيزه الصحيحه ديالها هي الدفاع ولكن الدور الاولى ان نعتمد على الهجمات وصلت انيكسو هذا انيكسو يحقق متاعب كثيره فكنشوفوا كما قلت لك حكيم زياش لعب واحد الدور مهم وخدا بطاقه صفراء كما كنقولوا باللغه الدارجه دافابور يعني علاش ما لقاش لي ساندو ما كاينش عفا سونطا ما كاينش ميليو تيران مرابط كما قلت يعني مقارنه ما بين المباراه ديال تشيلي وديال الباراغواي كاين شي مقارنه واش ربما انا ضعف ديال ان ولا الجاهزيه ديال المنتخب الشيلي ما بينناش على الواقع ديال المنتخب الشيلي شوف كن واقعي الباراغواي راه ماشي هو الشيء كل واحد عنده كل هو نفس المدرسه ولكن كتختلف لان كانت مقابله وديه الاولى بطبيعه الحال ان كاين واحد الضغط كان الضغط على المنتخب الشيوعي علاش؟ لان الجمهور التغيير ديال المدرب ولا الجمهور دور مهم بزاف دور مهم هو اللي خلى شوف هذه الجوله الاولى كان الجمهور اللي كان في
ضد المنتخب الشيلي، لكن تكون على الاقل حجز اصابه، ولكن صراحه يعني دروك الابتسامات ديالك التوقعات ديال الخوف الشوط الثاني، واش غادي يكون شي تغييرات الكريك غادي يخدم على شي تغييرات؟ التغييرات بطبيعه الحال ضروري غادي يدخل، ربما انا اعتقد انه يدخل اقصى ما كنشوفوا نيت دروك حنا في الشاشه تنشوفوا الان يعني هذاك اللاعب ديال الزلزولي الزلزولي نعم وداك يوسف داك ماشي عبد الحميد صابيري حميد صابيري حتى هو خصو يعطى فرصه لانه لاعب شاب وتالق عدد من المباريات الى جانب الفريق ديالو وكنشوفوا بان الغياب ديال انا كان بامكان ديال من خش بالمسائل التقنية أنا هو أدرى مني هو أدرى قريب كان بالإمكان ديالو أنه رغم أن هاد الشهر الجوي الأولى اعتمد على ياسين بونو في المباراة الأولى والمباراة الثانية كان بالإمكان ديالو أنه يدخل إما أنا زنيتي إما اعتمد على واحد الفرص هذه هي فرصة ديال باش ابتكار يقحم لاعبين آخرين باش يعاون شي شوية كنشوفوا ما نقولوش يطيح كواري ولكن خصو يخرج يلعب الكرة خصو يلعب كرة نعم رغم النتيجة كيف ما بغات تكون النتيجة لأنه شوف الجمهور المغربي تيقتل الكراري سي زكريا مقابلة دابا ولد عمري تبارك الله كاين طاقم تقني في المستوى العالي عمر زين بن محمود الناس اللي لعبوا كرة يلعبوا كرة ودخلوا من الباب ما دخلوش من الشجرة ولكن كنتمنى من القلب ديالي كمغربي انه ينادي على حماد الله ينادوا عليه عدد من اللاعبين حماد الله كاينه بلاصه نكون واقعي يعني هو برهن على نفسه بانه هو ثلاث من العيار الثقيل حماد الله كيستعطي فرصه في المقابلات الوديه كيستعطيكم اما انه يبقى في المنتخب التشكيله ولا ما يبقاش والدي الله يرحمه تنشوف ان المباراه بتبدا الان الشوط الثاني غادي يبدا يعني توقعات واش تبقى النتيجه للبياض ولا غادي يكون اهداف هذا الشوط الثاني؟ لا انا من خلال الجوله الاولى اما غتخرج التعادل او الفوز ديال المنتخب لان اذا بقى معتمد على هذا الحاله استثناء الى دار التغيير ديال ريان ماي دخل داك عبد الحميد الصابيري او هداف شي لاعب يكون في المستوى ولا يكون في وسط الميدان خصنا تخرج من وجهه نظري يدخل شي يحيى جبران يحيى جبران يكون تنويع شي ماتشات شي مقابلات كاس افريقيا كاس العرش لعب 30 مباراة مع فريق البيضاوي لعب شامبيونز ليغ لعب كاس العرش لعب سعيد لكن الوسط الميدان خصو يكون ياسين جبران نتمنى يعني غادي يكون ان شاء الله اللقاء لينا من بعد نهايه الشوط يعني او نهايه المباراه ان شاء الله نتمنوا انه كيف ما كان الحال الجمهور المغربي بصفه عامه من طنجه للكركارات ولا خارج الارض الوطني يعني يشجعوا المنتخب الوطني قلوبنا مع المنتخب دائما احنا قلوبنا مع المنتخب دائما رايه مغربيه وديما قلوبنا مع المنتخب الوطني لان المنتخب الوطني يشكل واحد النواه بعد ما ديال المنتورين والفوتسال والبنات تتمنى عامل اولى في الجامعه اذا غادي نتابعوا باش ما نخليو انه بدا البدايه الشوط الثاني كنتمنى التوفيق للمنتخب الوطني بقياده الركراكي ولما لا تحقيق نتيجه ولو هدف لصفر في انتظار يعني انه ان شاء الله نهايه الشوط نضربوا لكم موعد مع نهايه الشوط نهايه المقابله اللي تجمع بين المنتخب الوطني المغربي والباراغواي ونتمنى التوفيق ان شاء الله لكتيبه وليد الركراكي شكرا لكم على حسن المتابعه مباشر نلقاكم بعد نهايه الشوط نهايه المباراه ان شاء الله.